حياكم الله مشاهدين الكرام، رجعنا لكم طبعا الحين لأجمل فقرة ممكن احنا نشوفها. معانا شاب إماراتي لاعب ألعاب خفة محترف ومتخصص في قراءة الأفكار، الله يعين. فعلا طبعا بلاش فضايح بلاش فضايح، حيث أبدع وتميز في عالم ألعاب الخفة والخدع البصرية وتعمق في تقنيتها ومهاراتها. خلونا نرحب بالأستاذ معين البستكي، أهلا وسهلا. يا مرحبا وسهلا فيكم. لاعب ألعاب وأنت بألف خير وكل عام وأنت بفرع عساك من عواد. بنبدأ خفيف خفيف. ها أوكي. أباك تشوف أن في تراول الجمهور في عندك خمس كروت برسومات مختلفة، رسومات هندسية، تراويهم في مربع، في دائرة، صح؟ في زائد، في نجمة، في نجمة، وفي ويفي لاينز. أباك تخبص تختار لك واحدة من غير ما أنا أشوف وتحطيها على أيدك وتحطيها قدام، بحاول أتحسس لو أنا ممكن أعرف الرسمة شو هي. حط الباجع صوب، حط واحدة على أيدك، مدها قدام، أشوف لو ممكن أعرف. اخترت واحدة. يعني اخترت واحدة. حط الباجع صوب، أعطم الباجع حق الأستاذ مروة. اخترت. أوكي. بس مروة. زين اخترته وإن الباجع حطيهم تحت. حطهم تحت. خلاص. حطهم على أيدك، حطهم قدام، خلنا أشوف قدام. نعم. ففي هل في اي طريقه انا ممكن اعرف شو كانت الرسمه؟ ما في اي طريقه صح؟ لا. انت اخترت وحده. استاذ مروه ساعدتك، اعتقد تختار اسمع كلامها. الرسمه هاي اسمع كلامها زين. ما في اي طريقه انا ممكن اعرف. لا ما في كيف تعرف. اعتقد لو مو غلطان راويت الجمهور، ما راويت الجمهور. مو مشكله، مو مشكله. بتعاون عقب ما اقول. راويت الجمهور. شو خمس رسمات، واحدة منهن علامة زائد، زائد راويهم الجمهور. شكرا. يس زائد. اوكي شكرا لكم. زائد. ابغاك تختار رسمة واحدة، رسمة ثانية، رسمة ثانية. هل مرة اسا بتعقد علي، يمكن انا قاعد اشوف من ورا شيء. تختار لي واحدة ثانية، تخبص تحطيه في الظرف، تسكر الظرف وتحطيه على ايدك. هل ممكن في اي طريقة انا ممكن اعرف؟ تفضل. يلا. عندك واحدة؟ اي نعم اخترت واحدة. اوكي انا شفت ان الاستاذ مروة اختارت واحدة ثانية غير علامة الزائد، فعندي من الاربع عندي واحدة. انا احس انت متفق ويا مروة، خليني انا اغير. زين غير. المشاهدين الكرام ما يقولون شيء. زين. على فكرة ما رسمات هندسية مختلفة، خمس رسمات، في واحدة بتختار بتحطي في الظرف، ما في أي طريقة أنا ممكن أعرف. اختار. في ناس ممكن يشوفون من ورا، يمكن أنا قاعد أشوف علامة أو شيء. حطه في إيدك، حطه، مد إيدك قدام. ما يبين شيء. ها اخترت، تفضل. زين حط، مد إيدك قدام، هل في أي طريقة؟ لا ما في. لا ما في. استاذ مروه اخترت ولا انت اخترت؟ انا اخترت. انت اخترت. غير الورقه. رسمه فيها رجوله، رسمه فيها تستانس، رسمه فيها قوه، فيها اضلع حاده. ما اعرف. مربع، طلع راوي الجمهور. مربع. مربع والله. مربع راوي الجمهور. مربع. شكرا. مربع. اوكي. استاذ عبد العزيز، النقطه اللي بوضحها معليش اخوي عبد العزيز، علق كلهم يعني كلهم نفس الشكل، ما في شيء مختلف فيهم لو تشوفين. فعلا حتى الالوان بعد موجوده، وحطينا نحن في الظرفه يعني. زين انا كنت طالب منك اليوم تجيب وياك ديك اوف كاردز، صح؟ عندك ديك اوف كاردز؟ تطلع ديك اوف كاردز. في ديك اوف كاردز بس للجمهور في حال ما يعرفون، في 52 بطاقة أو كرت مختلف. هي. اللي أباك تسوي أنت بالديك أوف كارت، أباك تطلع، اخبص، اختار واحدة، حطها في الظرف، حطها في إيدك. هل ممكن نسوي المستحيل اليوم؟ بشوفون وايد مستحيلات في الاستوديو، جمهورنا في الفجيرة. اخبص، حطيه في الظرف. اخترت واحدة؟ للحين ما شفتك استشرت الأستاذة مروة، ما مشكلة أحيانا. خلاص ها يلا مروة استشار. يلا أتوقع. انا ما بشوف، ما في اي طريقه، ما في اي شاشه هنا عندي عسى اعرف. هذا شو هذا؟ هذا يلا هذا. عندك وحده؟ يلا اوكي زين، حطها بالظرف على اساس ما في اي طريقه حطيها انا ممكن اعرف شو هي البطاقه اللي انت. زين انا اخترت من 52 بطاقه، احطيه داخل. حطه داخل حطه على ايدك، حطه، مده قدام، اشوف هل ممكن في طاقه موجوده حولنا. في ناس على بالهم ان في طاقه، في شيء. في طاقة موجودة، ممكن الواحد ترى لو نستعمل الطاقة اللي موجودة حوله. الحين لو بتعرف أنا بشرد. 52 بطاقة اختاروا بطاقة منها، البطائق من الأستاذ عبد العزيز. حتى أنا قاعد أروح متوتر. خذ راحتك. في عندك كروت سوداء، في عندك كروت حمراء. مروة اللي اختارت. أستاذة مروة اختارت. أوكي كروت سوداء، كروت حمراء. ما بحاول ان
دايموند اثنين دايموند اثنين دايموند طلع خلنا نشوف طلع خلنا نشوف مخرج عادي اروح هلا شليني وياك اثنين دايموند ثانك يو فيري ماتش ثانك يو فيري ماتش شكرا لكم لحظه لحظه وبس تراون الجمهور ان كل البطايق غير فعلا. لا ما يقولون على منهم غير بعض كلهم اثنين دايموند كلهم غير اعزائي المشاهدين عندي صبورتين فاضيين ما فيهم ما في عليهم شيء صح مثل ما تشوفين مصوبين أستاذة مروة في ناس يسألوني أحيانا معين هل في طاقة خارجية أنت تتعامل وياها أو لا عشان تعرف البيانات المعلومات هاي أقول لا ولكن أقول فرضا لو نتخيل أن في طاقة موجودة في شخص في شيء قاعد يساعدني خلينا نسميه عبده خلينا نسميه عبده عبده الصبورة من الصوبين كانت فاضية أباش تمسكين الصبورة الصبورتين بس تمسكينهم ليه ما تفتحينهم حاليا أوكي. اللي بنسوي باخذ لا تفتحينهم ما فتحت تعالي بس افتحي شوي شوي وعبدو دخل داخل طبشورة اللي أباش تسوين أباش تفكريلي باسم صديق لك في أيام الطفولة صديق في أيام الطفولة في مخك لا تقولين أي شيء في أيام الطفولة قاعد تفكرين فيه غير الاسم فكري لي بالذكرى بشيء قاعد يذكرك بالشخص هذا اللي باش تسوينه باش تحركين الصبور الصبورتين يمين يسار كأن الطبشورة قاعد يمكن تسجل شيء يمين يسار قاعد تفكرين باسم وشيء قاعد يذكرك بالشخص هذا اللي كنتوا مع بعض يمكن أيام ابتدائية صح؟ اللي باش تسوين بس بسم الله شو دراك ايام الابتدائيه تاخذين الصبورتين تشلين اللي فوق شوفي شو مكتوب عليها والثانيه شو مكتوب عليها بسم الله الاسم الاسم علي علي شبس عمان شبس عمان ذكرى بينك انت لا فيك شيء بسم الله شو يا جماعة اللي مصورين جماعة كلهم على فكرة عبد العزيز كمل اللقاء بسم الله لا أنا خاف تطلع فضايح لا مكمل ليش مكمل شبس عمان وعلي شخص أنت كنت تفكرين فيه ما في حد في الدنيا كان يعرف فكري لي برقمك المفضل برقمك المفضل بس في مخك كرري في مخك بس في مخك كأنك قاعد تشوفين صبورة سوداء عودة قاعد تسجلين عليها رقمك المفضل سجلت رقم المفضل سبعة سبعة رقم بسم الله بسم الله فيك شيء مو طبيعي معين أنا ما أآمن في ألعاب خفة اليد وشي ولكن ما شاء الله عليك يعني أول لا مرة لا مش خفة يد كيف عبدو دخل وكذا فعلا إن يستوي شي فعلا ما في اسئله يعني خليك وياها نحن اتفقنا خليك وياها استاذه مروه اللي باكي تسوين تخلين هالظرف عندك ما بتسالوني كم من سؤال؟ بصراحه يعني شو نسال وانت ما شاء الله الاجوبه كلها عندك نحن جايين نقول لك نحن المفروض نسال شو سويت في العيد؟ اتفضل شو الامور اللي تسويها في العيد؟ بس يعني شو انت تعرف السؤال الاجوبه كلها عندك انا ما بسالك انا بقعد انت بروحك بتجاوب شو هذا الظرف تخليني عندك معلش اماره شكرا اوكي عندنا دفتر به أسماء لفنانين نعم وفنانات من الوطن العربي نعم. احنا احيانا شو نسوي لاعبين العاب الخفه يجون يسوون اشياء مال برا لا لازم نسوي اشياء لك انت احسب شيء من اول يوم انا جيت نعم ودخلت في عالم العاب الخفه انا برد على كم من سؤال من اسئلتكم من غير ما تسالوني دخلت بايام بالعاب الخفه حاولت ان ادخل الجو الخليجي الاماراتي نعم. في ألعابي أدخل بكندورة أسوي عروضي أحياناً على الستيج بكندورة عشان إن إحنا ما نبغى نقلد الناس اللي برا. حلو. نبغى نوصل لمرحلة الناس اللي برا هم اللي يقلدونا هم جميل. اللي يشوفون إحنا عندنا ناس مواهب موجودة في الوطن العربي تستاهل إن تتقلد. مو بإحنا نصير نقلد الناس اللي برا. فحاولت إن أدخل حتى إن حركاتي مثل عندي من الحركات اللي أسويها على الستيج اللي هي الكويك تشينج التغيير الملابس بسرعة أسويها بالكندورة. حلو. إن تغيير الملابس.
فالدفتر هذا عندنا فيه أسامي لفنانين وفنانات، احنا بس بنطالع مع بعض والجمهور ويانا بأسامي الفنانين، ممكن تقولون الأسامي نعم. كل ما نشوف الأسامي يعني. فعندنا مثلا عادل إمام، عمرو دياب، عبد الحسين عبد الرضا، طارق العلي، هيا الشعيبي، أصالة، حسين الجسمي، حياة الفهد، راشد الماجد وغيرهم، راشد راغب علامة، سمير غانم، نانسي عجرم، محمد هنيدي، كاظم الساهر، نوال، سعاد عبد الله، وخطفنا على وادي سامي ذهير. اللي باش تسوين استاذة مرة باش تحطين الدفتر هذا على ايدك اليسار. اوكي. انزين تعرفين اليسار عن اليمين؟ اكيد. حلو. اللي باش تسوين ما تفتحين. اوكي. تفتحين على صفحة واحدة بس، تشيكين، تسكرين، تفرين الدفتر بعيد. من غير ما اشوف عبد العزيز. سكري، فرين الدفتر بعيد. واحد، اثنين، ثلاثة. بس ما مو بصوبنا. انزين. ليش انا ما اشوف؟ مو مشكلة، هي المفاجأة بتكون انت تستانس تستغرب أوكي. يعني عندك اسم فنان فنانة في الوطن العربي صح؟ نعم. أباش تفكرين بالاسم، اسم الشخص في مخك، كانك قاعد تكتبين على صبورة سوداء، لا تعطيني أي كيو، لا تخبريني أي شيء، بس الاسم أنا حاسس إنه لفنانة وليس فنان، فنانة صح؟ صح. فنانة عندنا في من الفنانين بأنواعها وأشكاله كاني قاعد احس دندنه في اوكي في اغني؟ لا تقول لا تغنيها لا اكيد ما بغني ايه على الهواء يعني ايه كان في اغنيه ببالك في فنانه واغنيه اعطيتك ظرف تحيدين قبل ما نبدا الحركه هذه اعطيتك الظرف لا تفتحينها اوكي هل في اي طريقه انا ممكن اعرف احنا شفنا 50 اسم لفنان فنانه في الوطن العربي لا فنانة معينة أنت اخترتي فتحتي الصفحة سكرتي رميتي فنانة أحلام صح؟ تشوفين الظرف تراوين الجمهور أحلام زين وين أنتوا صورتها أنتوا؟ لا في شيء في لا من الاستديو بعد كيف؟ مو ببرنتر صورة استديو كيف؟ كيف؟ يعني هل يعني الأغنية اللي قاعد تدندنيها كنتي ما يصح إلا الصحيح أعتقد ما يصح إلا الصحيح شو هذه خفة اليد هذه فعلا كنت ياسة أدندن ما يصح إلا الصحيح لا يعني هذا هي خفة يد ولا هي يعني قراءة أفكار ولا شيء ولا هذا يعني الناس أنسأل أنا على موضوع أن معين السوالف اللي تسويها ما هي في خانة خفة اليد كيف؟ أمورك كأنها عرضت الصورة احسن واقوى من سوالف ممكن واحد يشوفها يقول لا هي مثلا خباصه ورقه انا اخترت مو بشيء اعمق من موضوع اللي هي خفه اليد انا من اول ما طلعت في الاعلام حاولت ان اختلف عن الباجين اللي موجودين اني اكون اول شخص يظهر يركز ويتعمق في قراءه التفكير حلو وقراءه الافكار لان هذه شيء كل واحد منا كانت الامنيه في حياتنا ان نعرف الشخص اللي قدامنا شو قاعد يفكر من استاذ من استاذ من الوالد للوالده من صديق لصديق هذا منو ما كان اللي زوج لزوجه ان نعرف شو اللي يفكرون شو اللي ببالهم ما بعرف هسه بعرف شو اسوي شو اقدم اساس ان اكون مطابق للي ببالهم فحاولت ان اجيب شيء يكون قريب من المستحيل قريب من السحر الحقيقي ولكن ما يكون سحر يكون لعبه خفه بس بعمق انه ممكن الواحد لو شاف نعم يشوف ان هي في خانه لا هذا عبدو كيف صبورة اسم كارت بس انت يعني كيف ربع كيف تتعاون يا ربع كيف تسولفون كيف تطلعون ما يحتاج يسولف ما تزعل منه بس طالع بعينه واعرف كل ما يخافون منه مريح ظهوري معين انا بسالك سؤال عقب الهوى عقب الهوى خلاص كله فضايح خلاص لا اوكي استاذ عبد العزيز انت تلعب الطاوله احيانا في مونوبولي تحيد تلعب في الدايس اللي باك تسوي باك تاخذ الدايس وتختار اي رقم ما انت حابه وبغيت وتغطيه بايدك الرقم اللي فوق الرقم اللي حاط اللي فوق اباك تطالعه وتغطي ايدك على اساس اني اعرف هل ممكن استشف ولا لا الرقم الرقم اللي فوق الرقم اللي فوق نعم عندك بايدك وسكر ايدك سكر عندك رقم موجود انت اخترت رقم نعم ما متفقين على شيء وما راوت الاستاذ مره بس انا غشيت انت غشيتي بس ما في اي طريقه انا ممكن اعرف انا ما بخبر رقم 3 صح؟ تراوي الجمهور رقم 3 شكرا اختار رقم ثاني نقول يمكن بالحظ
رقم كيف؟ معين كيف؟ يلا عندك تبقى ما راويته صح؟ لا غيرت رقم خمسة، رقم خمسة راوي الجمهور. ثانك يو. هالمرة أنت ما باك تعرف، أنت ما باك تشوف، فيمكن أنا قاعد أشوف من البادي لانجوج. أباك أنت تغير، تسكر إيدك. يلا أنا ما قاعد عشان لا أنت تعرف ولا هي تعرف ولا الناس يعرفون، فهل في أي طريقة أنا ما أعرف؟ ما شفت. يلا ما شفت؟ والله ما شفت. أنت ما شفت؟ لا ما شفت. ما حد شاف؟ ما حد شاف. عبدو شاف؟ عبدو يقول لي رقم اثنين. برافو، رقم اثنين. شكرا لك. ثانك يو. اوكي لحظه معين، شو هذه الاكياس اللي احنا بعد؟ اوكي اختار تشيبس. من الاشياء اللي مستعد يا عبد العزيز، من الاشياء اللي معروفه عنها اللي شايفينها في الافلام، احنا حيد فيلم لالباتشينو ولا لروبرت دينيرو، كانوا يسوون حركه مسمى راشن روليت. الراشن روليت الحركه كانت ان يجيبون مسدس، نعم، يحطون فيها طلقه واحده بس ويلفون الزند ويسكرون واثنين موجودين وكل واحد يضرب والخاسر هو اللي تطلع طلقه من مسدسه. احنا ما بنسوي مسدس وهالامور، ولكن بنسوي بشيء ثاني اليوم. عندنا اربعه اكياس. عندنا كيس رقم 1 2 3 4، بكل كيس عندنا قطعه خشبيه. بكيس من الاكياس حسب بس نراوي القطعه الخشبيه للجمهور حسب يعرفون احنا شو قاعد ندرس. عندنا قطعه خشبيه بكيس، كل كيس من الاكياس حسب ان نثبت الاكياس اللي موجوده هني عندنا. عندنا بهالكيس القطعه الخشبيه، ولكن داخل القطعه الخشبيه بنحطي مسمار. فأخي عبد العزيز لو انا ضربت ايدي جو على المسمار هذا شو بيصير؟ بس بحاسب، حط صبعك عليه، حط صبعك، حط صبعك. حاد، واضح انه لو ضربت عليه جو ممكن اذي بعمري صح؟ صحيح. عندنا اربعه اكياس، بكيس من الاكياس بنحط لي مسمار، ولكن اللي بسويه ان الكيس هذا رقم واحد اللي فيه المسمار صح؟ نعم. اثنين ثلاثه اربعه ما فيه مسامير. أباكم ما تطالعون، طالعوا هناك على أساس أن أغير أماكن الأكياس، وبغيرها هني وهني، وبالكاميرا ما تاخذ على أساس أن الناس ما يعرفون أي كيس في المسمار. أوكي. خلاص؟ عندنا أربعة أكياس. أستاذة مروة. نعم. أنا غيرت الأكياس. أوكي. بتقول أنا أعرف أي كيس في المسمار صح؟ بصدي هالصوب، أباشتين تغيرين مكان كيسين من الأكياس. ما بتطالع؟ تعالي غير مكان كيسين من الاكياس على اساس ان نخلط الاكياس اكثر. لحظه اشيل المايكات وياح، شو اسوي؟ بس تغيرين مكان كيسين من الاربعه اكياس. تفضلي. تمام؟ حلو. عندنا كيس رقم 1 رقم 2 رقم 3 رقم 4، بوحده منهم في مسمار. استاذه مروه اباش تختارين الرقم. رقم 1 رقم 2 رقم 3 رقم 4، تفضلي. 4. هل تعرفون اي كيس في المسمار؟ لا انا ما اعرف، الجمهور ما يعرف. رقم 4. بسم الله. خاف عليك. انا بعد اقرا الافكار ترى. سل مروه عني الافكار ترى. انا كيس رقم 1 بس. هي كيس رقم 2 رقم 3 اختار رقم. تفضل. رقم 1 بشوش على ايدك. انزين انا بضرب ايدي على رقم 1 بس لان الاكياس عند بعض، تعرفين تعالي حركيهم شويه شي حساس ما ادق الاكياس في حال ما انه شويه وشويه هذا، وتسحبين هالحلاوه بعيد اساس في حال ما كسرنا الطاوله الحلاوه تكون سالمه. شوش على ايدك بس. اخت مروه تسحبين هذا بعد شوي هني. سموح انا ما بدق الكيس اساس ما يقولون اذا دقيت الكيس سويت شيء. رقم 1 بتغير رايك ولا بترسي على رقم 1؟ لا رقم 1. رقم 1 ايده ترتجف.
خايف ليش؟ خلاص بغير هيا. كيس رقم 2، كيس رقم 3. اخوي عبد العزيز تي وتحط ايدينك فوق الكيس. خايف على ايدك. يلا عزيز شو يلا؟ يلا روح لا تخاف. بحصل اجازه لو تعورت ايدي. ما عند المخرج بيعطونك اجازه. لا 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 كيس رقم 2، كيس رقم 3. نزل ايدك شوي شوي. روحي حطي ايدك. روح انت. خلاص. جبان. يلا اعطيني 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 بس اعطي على واحدة. استاذة مروة. نعم. كيس رقم 2، كيس رقم 3، بكيس من الكيسين في مسمار. نعم. انت شايفتوا عليه. انتوا اخترتوا الارقام. حتى لو انا غيرت، حتى لو انت غيرتي. انتوا اللي اخترتوا الرقم. تباني انا اجرب عادي ما اخاف. لا على راسي ما يستوي عيب. الرياحين موجودين الحربة تضرب. ايوه عبد العزيز. انت جرب رقم. اكيد. استاذة مروة. تختاري الرقم 2 او 3؟ 3. 3. ما بتغيري رايك، بترسيك على رقم؟ لا 3. 3. غيري رايك الاخر. الله يخليك شوي شوي. وترتني، الله يخليك بسرعة. بسم الله عليك. بتحط ايدك مكان ايدي؟ أنا اللي قدامك خايفة. كيس رقم 2 اللي أنتم اخترتوا، الناس ممكن يقولون يمكن الأكياس كلهن ما فيها المسمار، ولكن مسمار. شفتي كيف؟ زين فعلا الخفة اليد وصغارية دوما يتعلقون فيها. صح. يعني فعلاً. انا دائما انصح الاباء والامهات دائما في يوم ان انسال ان لازم يا حبذا لو علمتوا عيالكم العاب الخفة. ليش؟ لان الياهل بطبيعته مستحي، الياهل بطبيعته ما يعرف يتعامل اجتماعيا مع الناس كون الكبار او ان اللي وياهم في المدرسة. نعم. فيوم من يتعلم له كم من لعبة من العاب الخفة ويسويها حق الصغار يحبونه. سوى ربع هذا عنده باور، عنده قدره، عنده شيء. فانا يوم كنت اسوي في المدرسه فكرت وين سوى ربعي. فهي الصغاريه وحتى المتزوجين انا اقول انه حق الزوج انه يتعلم. ليش؟ يغير نمط الروتين اللي عنده بحياته. يعني انت نمط حياتك ابتسامه على وجهه ابتسامه جالس انت مع الاهل وهذا. نعم. سوي لهم حركه حركتين يستانسون، تضيف روح. صحيح. بروح طيبه وابتسامه على وجوههم. يعني فهي شيء ممكن يضيف اي ابتسامه لاي وجه، كون ياهل، كون كبير، كون متزوج، كون مو متزوج، اشياء ممكن الواحد يتعلمها. نعم. ويكون اجتماعي اكثر. هذه وسيله من الوسائل. صح. ممكن تتعلم فيها. لا لانها جدا يعني شيء الالعاب هاي وايد حلوه، يعني تسلي الواحد وتخلي الواحد يفكر. صحيح. يعني تعطيه طاقه انه يفكر، حتى لو كانوا صغار غير الاجتماعيه، تعطيه طاقه انه يفكر كيف زين شيء، فيبدا يفكر، يكون عنده دوما يقول لك الفضول شيء زين للاولاد الصغار. صحيح. يعطيهم طاقة انهم يفكرون، يشوفون الشيء هذا كيف، بس نحن الكبار خفنا الصراحة. زين لحظة سؤال، عبده هذا بيخرعنا في الليل ولا خلاص؟ لا ان شاء الله ما في، عبده بس يكون متواجد وياي، وين ما اكون موجود متواجد وياك. ما يعرف انا شفت عشيت امس ولا؟ يعرف انا شفت عشيت امس ولا؟ لا ما يعرف. مو بالحد كان موجود وياي ما كان وياي. لا جدا جدا حلو صراحة. فبروح ناخذ الحين العاب الخفة هاي وبينا استضيفوني. يعني نحن فعلا يعني وايد استمتعنا بوقتنا وياك معين البلد. اشتكي وايضا عبده الشفاف ما ادري وينه، ولكن عبده شكرا على حضورك ومعين. شكرا على حضورك. بس علي بشمان هاي انت يا خلاص يعني. هي صح شفت؟ والله. ها شو؟ ها اخوي معين؟ اي لا بعد. لا واول شيء حاولت اضيعه شوف. شكرا. خطه فظيع، خطه حلوه عبده والله. ها اخوي معين خلاص يا عرفه. الله يسلمكم. هي ان شاء الله بهر. انا اول استضافه لكم لي في الفجيره، وان شاء الله زياراتنا تكثر عندكم ونسوي لكم اشياء احسن وافضل واكبر ان شاء الله. من الاغراض اللي هي نطير ولا نقطع ولا شو نسوي ولا نخفي تخفوني تخفي شنو نخفي ان شاء الله تخفوني.
استمتعنا وياك وايد. الله يسلمك فعلا وعين نورت. ما ودنا نختم والله. الله يسلمك الغالي يا رب. الله يصير ترجعون العيد يوم نرجع معك. شكرا لك واستمتعنا معاك. كلمه اخيره حاب تضيفها؟ شكرا لكم يا رب. نورتنا. الله يسلمك.